ورق القصدير في الجهة التي تعرضت للحرارة تكون بقعة سوداء غريبة المظهر. كيف لنا أن نزيل هذه السمية؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا وسهلا بكم أينما كنتم، أينما تواجدتم مع هذا اللقاء الجديد. لا نزال ضمن منظومة الغدة الدرقية والمسارات المؤثرة في اضطراب الغدة الدرقية، ولعل واحدة من أهم المسارات الهامة هو تعرض الإنسان للسمية، وهذه السمية التي يتعرض لها الإنسان قد تكون لها أوجه مختلفة. لا أتكلم عن الأوجه البيئية والتي من الصعب أن نتحكم بها كأفراد، ولكن أتحدث اليوم عن السمية التي أشتريها أنا بهذا الدرهم. فبدلا أن يكون درهم وقاية، فأصبح اليوم هذا الدرهم مصدرا للمرض وليس للوقاية. وأول من يتأثر هو الكبد، ونرجع مرة أخرى إلى نفس الدائرة ونقول إذا تسمم الكبد فهناك خطورة أيضا، ليس فقط على الكبد وحده وإنما على باقي أجساد أو أعضاء الجسد، لا سيما الغدة الدرقية. فمن أين يكون مصدر هذه السمية التي نشتريه ونجلبه بأنفسنا؟ المصدر هو الألومنيوم، ورق القصدير، أواني الألومنيوم التي للأسف لا نزال حتى اللحظة تستخدم في منازلنا بشكل أو بآخر. فمثلا يقول إنسان أنا يا دكتور نظامي جيد، أنا نفذت كل التعليمات، أنا اشتريت البطاطا الحلوة لعلاج المفاصل كانت من ضمن وصفاتك وشويتها ولكن لم أشعر بأي شيء. بالعكس، أنا بعد فترة من الزمن قليلة تعرضت لسمية للكبد. كان السؤال كيف شويت هذه البطاطا الحلوة؟ فقال بكل ثقة أنا غلفتها بالقصدير وحطيتها وين؟ بالفرن. طب شكرا، أنت إيش سويت؟ هو يعني حين تعرض هذا ورق القصدير للحرارة، الألومنيوم دخل في مين؟ في البطاطا الحلوة. وهذا العنصر الألومنيوم لا نحتاج كميات كبيرة منه حتى يعمل السمية، فتكفي يعني كميات صغيرة جدا. وأنتم تلاحظوا ورق القصدير في الجهة التي تعرضت للحرارة تكون بقعة سوداء غريبة المظهر عن باقي مين؟ باقي القصدير. طيب أين ذهبت هذه الألمنيوم؟ دخل في الطعام. فتخيلوا نموذج هذا البطاطا الحلوة يدخل في نموذج كل الأطباق التي تدخل الفرن، بحجة أنه إيش؟ يكون أكثر استواء وأكثر يعني يسرع من عملية الطهي. طب يسرع في عملية الطهي ويسرع أيضا من دمار الكبد، هل يجوز هذا الكلام؟ لا يجوز. طبعا الألومنيوم أيضا لا تقتصر المشكلة في القصدير، تنتقل إلى ما هو أشد وهو المزيلات العرق. ويجب أن ننتبه ونقرأ جيدا ما هو مكتوب. هناك بعض المصنفات مكتوب عليها مضاد للتعرق، هذه مرفوضة.
لأنها غنية بيمين بالألومنيوم، وتمنع خروج العرق، تمنع خروج هذه السموم من الجسم، بل تغذي أيضا كمية من الألومنيوم تدخل هذا المسار. وأخص بالذكر السيدات، هذه المنطقة تحت الإبط هي الأقرب للثري، فتعرضين أيضا ليس فقط الكبد بل والثري أيضا إلى خطورة هذا الألمنيوم. وبعض الأصناف الأخرى يكون مكتوب عليها ملطف، تمام؟ هذه هي الأصناف المطلوبة لأنها ملطفة لا تمنع، ولكن أيضا يعني أنا أقول لكم تحروا أيضا وجود الألومنيوم بها، وفي الأغلب تحتوي على الألومنيوم، تمام؟ وبالتالي يفضل عدم التعود لمثل هذه المنتجة. ننتقل إلى المحور الوصفة، كيف لنا أن نزيل هذه السمية نتيجة هذه الأعمال الكثيرة؟ طبعا رقم واحد التوقف عن استخدام القصدير وما شابه، والتوقف عن استخدام مزيلات التعرق، هذا رقم واحد أهم شيء في الوصفة. رقم اثنين لدينا الكرفس، الكرفس والليمون رائع جدا جدا كعصير ممتاز، عصير النعناع والليمون، شوفوا دائما بندخل الليمون، نعناع، كرفس، العصير الأخضر أيضا، الليمونة بقشرها، مع ماذا توفر لديكم من أوراق خضراء في المنزل. ولكن يجب أن نحرص، لأننا نتكلم على أثر هذه السمية التي حصلت للكبد على اضطراب الغدة الدرقية، لا نريد أن نتجه إلى البروكلي والكرنب المجعد، الكيل، أو نتجه إلى الملفوف، لأن هذه الأمور كما ذكرنا سابقا لها علاقة غير متناغمة مع الغدة الدرقية. وبالتالي نبقى في حدود الكرفس، النعناع، الجرجير، هذه الأوراق الجيدة، السبانخ أيضا لا ننسى، هذه أمور طيبة يتقبلها أو تتقبلها الغدة الدرقية بأمان وسلام. المحور التالي وهو محور المكملات، هل لدينا مكملات تقاوم قصة الألومنيوم وما شابه من ذلك من أمور يعني تعج اليوم في حياتنا وتؤدي إلى سمية في الكبد؟ نقول لا يوجد شيء مباشر، ولكن طالما أتحدث عن سمية فأنا بحاجة إلى رفع في جهاز المناعة حتى يقاوم هذه السمية، وبالتالي أفكر جيدا في تناول البروبيوتيك. البكتيريا الطبيعية أصبحت ولله الحمد متوفرة بشكل كبير جدا وبجرعات مختلفة، وقد ذكرنا في لقاء سابق أن انتبهوا، فليس من الشرط أن 30 بليون يكون أفضل من 10 أو 50 أفضل من 30، ولكن ننتبه إلى عدد السترينز، عدد البكتيريا، أنواع البكتيريا المستخدمة في هذا المنتج. فكلما زاد عدد أنماط البكتيريا كلما كانت هي الأفضل، هذا من جانب. والجانب الآخر طبعا نعزز بالزنك، الزنك رائع جدا، الزنك مهم للغدة الدرقية، الزنك مهم لرفع جهاز المناعة، الزنك مهم لإزالة السمية، وبالتالي هو محور ثلاثي الأبعاد رائع جدا، وبالتالي هو يكون من الأشياء المفضلة في هذا الجانب كمكمل غذائي. طبعا المحور التالي، إلى متى نستخدم هذه المكملات؟ إلى متى نستخدم هذه الأمور؟
ذكرت قبل قليل أننا يجب أن نتخذ قراراً في الأول منع القصد، فإذا أخذنا هذا القرار وتم تنفيذه فعلياً نتناول هذه المكملات لمدة شهر، شهر كافي جداً لإعادة تنظيم الجسم. وصفة الكرافس مع المكمل الغذائي مع هذه الأمور البسيطة لمدة شهر خلصنا من الموضوع. ولكن إذا ما تعرضنا لهذا الأمر بسبب ما أو بمناسبة ما أو اضطررنا لاستخدام أي شيء من هذا القبيل، قد يكون القصة ليست فقط في الألمنيوم. اليوم الأشياء أو السموم تدخل لنا كملوثات بيئية من كل الجوانب. اليوم الكأس البلاستيك، الكأس الورقي، كل هذه عبارة عن أشياء تدخل علينا المشاكل تدريجية، وبالتالي يجب أن نرجع إلى الفخارة ونطهب الفخار. ما به الفخار رائع جدا. ونرجع إلى الكأس الزجاجي بأحجامها المختلفة، تمام. وكلما اتجهنا من جديد إلى هذا العالم نبعد من المؤثرات السلبية. وبالتالي كل واحد فيكم الآن يقيم نفسه، يقيم ذاته، ما بدا استخدامه لهذه الأمور. فالاستخدام الكثير ويرى أنه من الصعب الخروج الآن في هذه المرحلة، ولكن ضمن خطة استراتيجية خلال 3 أشهر سوف إن شاء الله يتخلص من هذه الأمور، نقول له خلال هذه 3 شهور خليك على تواصل مع الكرافس والليمون، خليك على تواصل يعني على الأقل كل شهر جرعة من الزنك والبروبيوتك، شهر أو شهر لا، تمام، إلى أن تنتهي من هذه الأمور. في ناس يعني مثلا يذهبون إلى المطاعم أو يذهبون إلى مناسبات هنا وهناك، يكون جزء من طبيعة عملهم، طبيعة حياتهم تناول الطعام خارجا. فطبعا هذول بده يعني كل شهرين لو أخذ له بروبيوتيك وزنك ممتاز جدا لتنظيف أول بأول هذه السموم التي تراكمت خلال هذه الفترة نتيجة طبيعة الحياة أو طبيعة العمل. إذن يجب أن يكون هناك تقبل للواقع من ناحية، ومحاولة لتغيير هذا الواقع. إذا كنت أنا أسيطر على هذا الواقع فأغيره، لكن إذا كنت لا أسيطر عليه وأنا ضمن بيئة عمل تستخدم هذه الأمور، علي بالنصيحة التدريجية وإن شاء الله الكل يتغير تدريجيا في هذا الشأن. إذن ختاما، لا نستهين بهذه الأمور البسيطة، لا نستهين برشة يعني ملطف أو مضاد للتعرق، لا نستهين بهذه الأطباق الألمنيوم، لا نستهين بالكأس الورقي أو البلاستيك، فهذا مع الوقت الزمني يسبب متاعب وسمية للكبد، وبدوره يؤثر سلبا على الغدة الدرقية، فيمنع تكوين التي اس اتش، وبالتالي يمنع تحول التي 4 الى الصورة النشطة بيولوجيا وهو التي 3، حتى تقوم الغدة ككل في عملها. وكما ذكرنا مرارا ان هذه الغدة من اهم الأشياء الأعضاء في جسم الإنسان، والتي تتحكم في كثير من الأشياء من الخلايا والأنسجة والسلوكيات والتمثيل الغذائي وكل ما هو متضاد يكون سببه الغدة الدرقية. فنقول هذا سمين قد تكون المشكلة الغدة الدرقية، وهذا نحيف أيضا الغدة الدرقية لها كلمة، هذا عصبي زائد عن الحد وهذا هادئ زائد عن الحد، أيضا هناك مشكلة في الغدة الدرقية. فكل هذه المتناقضات نجد عنوانها الغدة الدرقية. لذلك يجب دوما أن نحرص أن تكون الغدة الدرقية
في حالة من الاتزان المستمر. وحتى تكون في حالة من الاتزان يجب أن يكون كل من حولها نظيف، بعيد عن السمية من كبد ومن عناصر المغذيات كلها، الحديد والزنك والبيطناش وكل هذه الأمور يجب أن تكون على ما يرام. حتى المعادن النادرة مثل السيلينيوم، وتحدثنا عنه قديش مهم لعملية اتزان الغدة الدرقية. ودوما نتمنى لكم دوام الصحة والعافية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.